واديك شايف على سبيل المثال، لا مش بس في فلسطين المحتله، بص على السودان والتطورات والاحداث الاخيره في السودان. انت بتتكلم على البعد الاستراتيجي الجنوبي بتاعك السودان. معانا على التليفون حتى نطلع برضو على هذا الوضع دكتور هبه البشبيشي، الاستاذ بكليه الدراسات الافريقيه بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور هبه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. دكتور هبه، قد يتساءل الكل، مش هقول حتى البعض، ماذا يحدث في السودان؟ الاول كل عام وحضرتك بخير، وباكد تضامني الكامل مع كلام حضرتك اللي بدات بيه الحلقه. وعايز اقول ان فعلا الاوضاع حوالينا مقلقه جدا، مقلقه للغايه. يعني الجهات الثلاثه فيهم حالات حرب، ليبيا، السودان، غزه، وبالتالي المصريين عليهم الانتباه تماما لانفسهم. يعني خليني طيب ابدا مع حضرتك بازمه السودان. الحقيقه كان في تنديد النهارده من مجلس الامن بزياده وتيره العنف في السودان بصوره غير مسبوقه، ودي يعني بالنسبه لنا على الاقل ازمه كبيره من ازمات يعني الازمات الانسانيه الملحه اللي هي لابد من تدخل المجتمع الدولي يعني لاطفاء صفه الانسانيه على الازمه، علشان نقدر ندخل مساعدات ونساعد الناس اللي هناك ونوقف مساله العنف. الحقيقه كان في الوثيقه اللي اعلنها عدد من مثقفي السودان، وان كان في يعني مالك عقار وتحدث عن ان هناك يعني نوع من انواع التداخل مع القيادات العسكريه لتهدئه الاوضاع، وان هناك لجنة أخذت من مسار جدة أو من مفاوضات جدة بعض البنود، وتحدثنا عن مفهوم وقف العدائيات. الحقيقة المفهوم ده مهم جدا 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 جدا، ونؤكد عليه مرارا وتكرارا في الأزمات الإفريقية. الحقيقة استدعاء القبلية في أي عنف بيظهر في إفريقيا بيتسبب في مقتل الآلاف، فقط أنت تقتل على هويتك، لا شيء أكثر ولا أقل. يقتل الفرد على انتمائه للقبيلة، لم يقم بعنف، لم يقم بأي شيء من السلب والنهب ولا أي شيء، مجرد وحصل زمان في رواندا يقتل عليه. زي رواندا زمان، هوتو توتسي، وكان القتل على الهوية فقط لا غير. ده طبعا اللي حصل في السودان، القتل على الهوية، وكان ده المفهوم اللي تحدثوا عنه في مفاوضات جدة، بأنه لابد من وقف العدائيات. والحقيقة لم تستطع أي جهة وقف هذا الشيء، استعرت الحالة بصورة غير مسبوقة وبصورة غير إنسانية، وأسف اللفظ اللي هقوله، الحرق حيا، حرق الأحياء في السودان أصبح هو مسألة الانتقام رقم واحد. يعني هو لو ما عندوش سلاح يقتل بيه، وما عندوش شيء يقدر يعمل بيه أي حالة انتقام، يحرق الأفراد أحياء. والحقيقة المشاهد المؤلمة اللي بتوصلني على الواتس من أصدقاء ليا في السودان، والمشاهد المرعبة اللي أنا بشوفها الحقيقة، يعني تدي هذا الصراع نوع من أنواع العنصرية غير المسبوقة أيضا في إفريقيا. يعني إذا كان في عنصرية وحرب عنصرية في منطقة الجنوب، الحال اللي بيحدث في السودان من انتقام قبلي لمجرد الانتماء للقبيلة، الحقيقة شيء غير مسبوق. دي دولة كبيرة ودولة إسلامية ودولة عربية، والمفروض كل هذه الدعائم للهوية السودانية تقف حائل أمام هذا العنف الإفريقي المنشأ. يعني المفروض خلاص هم تطوروا ووصلوا لدرجة من الإنسانية تسمح لهم إن ما ينفعش يحصل كده. احنا يعني ما احناش بدائيين لهذه الدرجة. زاملت سودانيين كثر، وعندي أصدقاء سودانيين كتير مثقفين للغاية طبعا. ويعني وعندهم حالة الإنسانية راقية للغاية. صحيح. ليه ما فيش ده في السودان النهاردة؟ أين الأصوات العاقلة؟ أين الاتزان؟ أين الإنسانية في هذه النزعة؟ يعني أنا مش عارفة أقول عليها الانتقامية وشهوة الانتقام والقتل على الهوية في السودان. الحقيقة الموقف أصبح مرعب. طب الدخول إلى مدينة ود مدني كان دخول غير إنساني، قتل قتل قتل، ثم الانتقام من المحال المفتوح والأسواق وحرق البضاعة طب يعني هياكلوا منين الشعب السوداني؟ طب دكتور هبة، هنا ممكن أتساءل لو سمحتي لي، في أنه يعني دكتور هبة البشبيشي كمتابعا ومراقبا وقلقا ومحللا، إيه أفاق الحل في السودان؟ أولا مفهوم وقف العدائيات لازم ياخد البرانش رقم واحد، أو الفرع الأول، أو الدجري الأول، أو الصفة الأولى. لازم يكون التصنيف الأول هو وقف العدائيات. أولا وقف العنف بلا أي شروط مسبقة وبلا أي استدعاء لأي إشكاليات، وقف العنف مباشرة وتوقيع جزاءات وتقديم للمحاكمات مباشرة لأي حد يخترق هذا الاتفاق. ده رقم واحد علشان الناس تضمن حياتها.
ثم الجلوس على مائدة مفاوضات. الحقيقة حتى الآن لم يجتمع الطرفان للجلوس على مائدة مفاوضات، لا الفريق البرهان قائد القوات الوطنية أو القوات المسلحة الوطنية في السودان، ولا الجزء المتمرد أو الجماعة المسلحة المتمردة بقيادة حميدتي، حتى الآن لم يجلسوا على مائدة واحدة. والحقيقة المفروض أن يعني الأفارقة والقيادات الإفريقية تكون داعمة لفض هذا النزاع، لا يجب أن يستمر السنوات كما حدث الأمر في دولة جنوب السودان، وكانت أزمة كبيرة استمرت لأكثر من 5 سنوات، حرب أهلية مستعرة. عفوا، خليني كمان أوصف مع حضرتك ما يحدث في السودان. الحقيقة احنا انتقلنا من خانة الصراع المسلح إلى خانة الحرب الأهلية، النزاعات الإثنية، وده تصنيف يعني كانت ابتعدت السودان عنه لسنوات. الحقيقة كنا بنشوفه في منطقة الوسط والجنوب وجنوب الجنوب، لكن انه يصعد مرة واحدة ويكون في دولة المفروض انها دولة من شمال افريقيا، دولة عربية، دولة اسلامية، دولة مسألة الفروقات الإثنية لا تقوم بدور اساسي في العلاقة بين الافراد في السودان، لكن ما حدث هو تغذية للنعرات القبلية نتج عنها المأساة الإنسانية، أكثر من 7 مليون نازح، وكمان أكثر من 2 مليون قتيل شهيد زي ما نعتبرهم. لكن الأزمة في السودان احتدمت وأصبحت ملحة على الجانب الإنساني. كل دول الجوار عانت، مصر قامت باجتماع دول الجوار وعقدت مؤتمر مهم جدا ولكن لم يخرج عنه شيء. كنا تحدثنا عن دورية الانعقاد لهذا المؤتمر كل 3 أشهر ومتابعة النتائج، ولكن الحقيقة لم يحدث شيء. كل القادة الأفارقة، تدخل سالفا كير رئيس دولة جنوب السودان، وتدخل رئيس إريتريا ورئيس والرئيس وزراء إثيوبيا يعني لتهدئة الأوضاع، ولكن كل جانب من الفريقين البرهان وحميدتي تمسك وتشبث برأيه في الاستيلاء على ثروات السودان. حقيقة تغليب صوت العقل مهم جدا. طيب أنا كمتابع لهذه الأزمة حتى يستمع يعني الكل الحل الإنساني أول حاجة يا أستاذ يوسف. طب دكتور هبة، حتى يستمع الكل الصوت العاقل أو للحكمة أو للمنطق، إيه اللي هيخلي أنه أي قرار يصدر عن أي اتفاق أو اجتماع أو جهة يحمل صفة الإلزام لطرفي النزاع أولا؟ يعني إزاي أقدر ألزم قائد التمرد حميدتي أو أن أنا ألزم رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان؟ الإلزام هيجي منين؟ الاتحاد الافريقي قادر انه ياخد اجراءات، والاتحاد الافريقي حل اشكاليات عصيبه في افريقيا، يعني مساله الهوتو والتوتسي اللي حضرتك لسه ذكرها دلوقتي، المصالحه في رواندا لن تتم الا تحت غطاء من الاتحاد الافريقي. صحيح. ايضا جنوب افريقيا وازمه الصراع بين البيض والسود والازمه العنصريه لن يتم حلها تماما الا تحت غطاء الاتحاد الافريقي، اذا لابد من توقيع عقوبات على الرجلين وحبس الرجلين داخل السودان، مساله عدم السماح لهم بالهبوط في اي دوله، يعني فكره ان الرجلين يظل داخل السودان يا شهاده على ما يحدث من الصراع، يكون حياتهم تحت التهديد، فكره ان هذه القيادات لا تعي ما يحدث للمواطن السوداني، الحقيقه دي ازمه وازمه انسانيه كبيره، لابد من تدخل الاتحاد الافريقي وتوقيع عقوبات دوليه على الرجلين بشخصهما وعلى ثرواتهما في الخارج. لمن لا يلتزم، يعني توقع العقوبه على من لا يلتزم. انا بشكرك جدا دكتور هبه البشبيشي الاستاذ بكليه الدراسات الافريقيه بجامعه القاهره.